السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد. اول حاجه نوريكم الجو كي داير عندنا، الشميشه تبارك الله. ويعني المفروض هاد في هاد الايام هادو كيكون يعني كيكون الثلج حتى، وكيكون تقريبا في السنوات الاخيره يعني شي كل ديك هاد 4 سنين الاخيره، يعني كان دائما في شهر 3 في شهر 4 كيكون بحال هكدايا. ودابا ثاني كاين شويه ديال الصهد. ايوا نتمنوا يبقى الجو بحال هكدايا، ما خصنا تلوجات، صافي الله يجعل البركه. ايوا دابا كنبغي غادي نخرج معكم، غادي لكم ندير معكم واحد الجوله في واحد المحل. يلا السلام عليكم، خليكم معايا. شنو نجيب هاد السوينيات هادو كتشوفوا؟ كاين هادشي، المهم جيب حويجات جداد ولا عجبني بزاف هما هادو، كيحطو فيهم السرفيتات كما كتشوفو. هانتوما الثمن ديالهم 3 أورو 50. المهم اللي كيعجبو الحوايج ديال أكسيون يجري. كاين هادو، جبت هاد الصينيات كيحطو فيهم الديكوراتي، ماشي زعما الكيسان ولا هادو، كيديرو فيهم الديكوراتي مزيونين. جبت حتى هادو اللي كيقلب عليهم، الا كان جبتهم واحد المره وكانوا تسالوا، وكانوا بزاف ديال البنات كيقلبوا عليهم في الفيسبوك يقولوا واش باقي شي اكسيون عنده هادو كيتباعوا. دابا راه جابوهم، والثمن ديالهم 4 يورو يعني 5 يورو تقريبا. وكاين هاد الماركه هادي حتى هما اللي جابوا هاد الشيء هذا، وكاينين هاد الماركات هادو، كاين هادشي اللي جابوا هاد المره. كاين حتى هادو، هادي عجبتني بزاف هاد سينية، هادي ديكور ديالها جديد. هادو خلاص، هادو راه كانوا قدامين ديال العام اللي فات. كاين هادو هما عاوتاني، شوفو كي دايرين. هادو مثلا كتجي بحال طابل صغيرة كتحطها بجنب سميتو بحال السندريات كيديرولها. كاين هاد الماركة هادو، المهم كيما كتشوف هادشي اللي جاب أكسيون، نكتاشفو شنو جابو آخر. شوفو حتى هاد الطويلات هادو زوينين، حتى هادو تاني كانوا كيقلبو عليهم في واحد الوقت 20 يورو، والله زوينين خرخاسين. هادو عاوتاني تا هما يعني الوان كلشي اللي تبغيو كاينين. كاين هادو عاوتاني، هاد اللوحات هادو. المهم هادشي اللي كاين في عند اكسيون في هاد السيمانه هادي. اللي بغى يمشي لاكسيون، انا شحال هادي ما جيت هنايا، ولكن ملي جيت اليوم كنت غادي نصور للناس هادشي اللي كاين، لان جاوا حوايج بزاف. وكاين حتى هاد الكراسه هادو هانتوما، وهادو هما رجلين تاعهم، راه البنات كيعرفوهم. وهاد السينيات تا هما جداد هما سواني. المهم رمضان على الابواب، ما بقى والو. وكاينين حتى هادو ها هما مزيونين، تحطو فيهم الحويجات وهذا في الكوزينه 15 يورو. جاب هاد الشميعات هادو، فيهم جوج ديال النوع، هاد الصغار كيعملو 4 أورو 50، وكاين هاد الكبيره هادي. انا هاد الكبيره مزال كنخديتها من تيكا ماكس، خديتها 20 يورو هاد الكبيره. وفيهم يعني كتعطي ريحه زوينه. هاد عاوتاني كيتعلق في الحيط، كيحط فيهم الوريدات الديكورات وداك الشيء، الثمن ديالهم 10 يورو. جابوا حتى هادي ديال كيدير فيهم داك البونبون وكيعمروا فيهم الحوايج في سميتو في الكوزينه، وكيكونوا يعني التعلق ديالهم ما كيدخلش كاع الناس. وجابوا هادو هما اللي بغى يخبع الحوايج مع هذا رمضان، هذا يدير فيهم الحويجات. كاين حتى هادو هما الكراس هادو، هانهزو كذا كي دايرين. حتى هادو ما كدير فيهم الحوايج ما فين كيدخلو شي نفس، وكيبقى فيهم الحوايج يعني ما كيخسرو لا والو. كتشوفو هادو كاملو 2 يورو 50، ماشي بزاف. كاين هاد الصغيورين هادو عندي منهم، كندير فيهم العطرية، الثمن 1 يورو 40. كاين هاد الصغيورين حتى هما عندي، هادو هما كاين باكية منهم كدير 2 يورو فيها 4. حتى هاد سميتو د القهوة عجبوني، هادو هما كتشوفو. وهاد فيهم تاني جوج ماركات. كاين هاد المرة جابو حوايجات زوينين أكسيون، المهم لي باقي ما جا ولا هذا يجي يجي بدويرة. كاين هاد الزليفات هادو هما كبارين، شوف شحال مزيونين الكبار بالنسبة للحريرة اللي كتعجبو الحريرة بزاف. أما اللي مكيعجبوش الحريرة بزاف غير هاد الصغيورين هادو، بالنسبة لي عندو الدراري غيستعمل غير هادو خلاص.
فيهم الطباسات نتاعهم يعني فيهم كلشي اختلاف من كمية الطباس من الصغار حتى الكبار. هذا هما فيهم مايان وفيهم الطباس الكبار كاع. هذاك الفنجان تاع القهوة مايان الشكل والألوان. وبالنسبة للناس اللي بغاو يخبيو الطحين مع هاد الأزمة هادي ديال الطحين وديال سميتو، ها هما شوف شحال كبارين هادوك الخضبة فيهم الطحين، والثمن ديالهم 7 يورو 8 يورو، يعني شوفو كبار والثمن ديالهم 8 يورو. يعني بغا يخبي الطحين وبغا بالنسبة للناس كيديرو الصروف والشباكية ولا هادشي، راه هانتوما هادشي كاين موجود هنايا كتشوفو. خلاص هادشي هذا كنقلب انا على هادو لان عنده في هاد السيمانه ان شاء الله غيعمل واحد البوفيه، وكنقلب على هاد كيجي به بحال لاكلاص. هو راه كيكون كيكه بالشوكولاته هذا، ولكن الشكل ديالها كيكون على شكل لاكلاص. ممكن غادي نستعمل هذه هي كنظن كتهز 6 ساعات، كنقدر نستعمل هذه هي ماشي مشكله. نديها الثمن ديالها شحال باك فورم سيليكون يورو 69، بقات غير وحده اللي بقات. خلاص هادشي كامل دوك العصارات وديك التخربيقات وهادو داك الضرات ديال البيض والميزان هادشي كلشي راه خديتو من هنا نيت. وكاين هاد البانيني صغيور وهذا البانيني شويش كبير، والفطات نتاع الكوزينه غادي نزيدو الفطات لانهم صراحة تسالاو لي الفطات. ايرو كاين المهم كاين ايرو 50 تقريبا، الثمن كله بحال بحال يورو 50. كما قلت لكم بما اننا على ابواب رمضان يعني حتى هما جابوهم جداد، انا عندي منهم هذا الشيء هذا ولكن ما كاينش ماشي في هذا الشكل هذا. يعني واحد اللي بغى يديرو كدي يدير الدجاجه ويدير مع الخضره ويدير هذا ولا الحوت ولا اي حاجه، يعني هادو هما كينفعوا بزاف. اما هذا خلاص هذا ثقيل. يعني هذا الشيء موجود هنايا ديال الكيكات، كاين بزاف كيستعملوا بحال هاد اللوحات هادو ماشي غير التقطع، كاين ناس كيستعملوهم للتقديم. انا براسي كنديرهم للتقديم بزاف، يعني تقدروا ديروا عليهم اللحم ديروا اي حاجه. كاينه هذه هي هي كما كتشوفوا للتقديم، عندها هاد سميتو هذا لتحت كاين ديكور فيها زويون وهكذا وهكذا. بالنسبة لي عندها وليدات صغيرين هادو راه فيهم الشكيلات كاملين والوينات كاملين، يعني بحال هي في جوج 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 كيدير فيها البلاطا كتشوفو كيجي شكل زويون في الطبلة. وخلاص كاين هاد الكوحة هادو لي شي شويش كبار حتى هما ديال البلاطا، المهم على حساب الشكل لي بغيتو. هادو بالنسبة كتهز واحد الكمية قليلة ولكن كتجي في المنظر ديالها رائع في الطبلة. وهادو خلاص هادو كبيرين شوية ويرو 50 الوحدة، هادو كيرو هادو يرو 50، هادو كبار شوية. هذا كتمشي فوق منها الحاجه السخونه بحال ملي كندير مثلا بيض في هذاك المقله ولا هذا. ديما عندي واحد سميتها ديال الثوب، دابا ناخذ هذه هي احسن. هادشي ديال البزار والملح وهذا، هذه فيها كامله كومبليت ديال الزيت وديال الخل وديال الملح وديال البزار داكشي ديال الشلاله. بغيتي نعرف غادي شنو غادي تهز، واش تهز الخبز ولا ديرها طربوشه ولا المهم انا بانت لي بحال طربوشه ولكن راه ديال الخبز واقيله والباكيت داك التخربيق كتصغيور ولكن صغيوره ما تهز. حتى هادي زوينه بالنسبه للتخدم زوينه بزاف ديال اللوح النيت. دابا اللي كيقدم داكشي كاش بيقدم داكشي ديال الخشب، راه هادي مزيونه يعني الشكل ديالها مزيون كما كتشوفوا. الشكل الاخر عاوتاني كما كتشوفوا، يعني كاين الشكيلات وكاين يعني بالنسبه اللي بغى يوجد بغا يزوق الطبله في رمضان علاش لا. كاين العيالات اللي هما يعني كيستناو هاد الشهر المفروض هاد الشهر هذا ديال العباده وديال الصلاه وديال سميت، ولكن ماشي عيب اننا نزينو حتى الطبله تكون زوينه. اي جابوا هاد الهيدورات هادو كنقول لهم هيدورات ديال الجلد. المهم هيدوره نيشان ماشي ديال التسبول، هادو انا عندي دي في الظهر خديتهم من هنايا غير بشي 9 يورو، ولكن ماشي بحال هادو. هادوك اللي عندي في الدار غير ديال الثوب، ولكن هادو هيدورات نيشان الثمن ديالهم 25 يورو. شوف الثمن المهم 24.95 كي كتشوفوا هما. جابوا حتى الريدوات انتما شوفوا الثوب فيهم اللوينات، فيهم اللي باغي بالنسبه للناس اللي باغي الريدوات.
هما كاين هاد المخدات هادو، بغيت نزيدهم للدار حتى هاد اللون هذا غادي يجيني فسميتو داك الكراسه اللي عندي، غنجي مع الريدوات اللون ديال الريدوات، ولكن ما كاينش منهم بزاف، كاين غير جوج على الاقل خصني واحد الخمسه. حتى هاد الاخضر الملكي في الوسايد زويون، ولكن دابا المشكله انا عملت الريدوات تكون عندي فيه شي لون بحال هكدا ولا تكون هادو كيجوني روعه مع داك اللون اللي عندي النيت. انا عندي تقريبا هاد اللون هذا في الكراسه، شتي كيجي هاد الاخضر الملكي مع هاد اللون هذا كيجي روعه، ولكن للاسف الا درت هاد اللون غادي ينبع ثاني على اللون ديال الريدوات، هذا غيعطيهم واحد لوين من داك الشيء، ولكن ما نعرف عاد كنشوف. كاينين هادو غزالين يمشيو على الكراسه وفيهم اللون، ماشي غير هاد اللون اللي كاين، وكان ديما كتمشي عيني اللون الابيض، فيها جوج مترو على جوج متر وعشرين، يعني حتى تغطى به الناموسية ولا مهم روعة. التوب ديالهم ولا زمان من داكشي، فيهم اللوينات هما كيما كتشوفو هانتوما، كاين هاد اللون هذا حتى هاد هاد الغوز هذا مزيون هانتوما كتشوفو. كاينين هادو شوف شحال ولا زوينين من داك الشيء، شوفو حتى الثمن ديالو ماشي غاليين، كاين هاد الصغيرين هادو كيعملو غير 6 الايرو، هادو هما كاين هادو مال الفوق كيديرو 10 الايرو، وحتى الزربيات شوفو شت بعض الناس خارجين بهم دابا هازينهم الثمن 30 الايرو، فيها مترو 30 على مترو 90، يعني تقريبا 2 مترو على مترو ونص تقريبا، اللي بغا كلشي زريبيه صغيره يديرها راه هما ماشي غاليين بزاف 30 الايرو، يعني ماشي غاليين. كيعجبني داك بلين بلين شوفو وزو على هاد هاد الساعه هادي، كاين هاد السواني غادي نرجع لكم حتى للسواني شوفو، كاين هاد المرايات وكاين هاد الشيء مهم. بما اننا قربنا على عيد شم النسيم راه كيوجدوا هالقنينات هالبيضات هالديكورات كاملين كيستعملوهم في هذا شم النسيم كاملين، كيمشيو في هذاك شم النسيم، يعني هاد المراز هادو الخرفان ما عرفتش علاش نتوما عندهم علاقه بشم النسيم كنظن. هنا شوف الدجاجات والسليلات وهذا، يعني الناس مسالين مع راسهم والله العظيم، هانتوما الشكيلات نتاع البيض هنا كيدخلوا فيها شميعه ولا ما نعرف شنو، المهم كاين هادو هما وهادشي كامل شم النسيم ديكورات كاملين كيستعملوهم. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني هادوك اللي عندي في الجردة راه كناخذو من هنايا، الاغلبيه كناخذو من اكسيون، قليل اللي كناخذ من شي حوانت اخرين، ولكن هنايا كيكونوا دائما رخاصين. هادو ديال الطاقه الشمسيه كيخدموا بالشمس، لكن غير كنحطو ميضه في الجرده وصافي، ماشي زعما كندوز شي خيوطه ولا سميتو لا والو، وكتفكون فيهم هاد سميتها هي اللي كتجذب الطاقه الشمسيه باش في الليل ملي كيكون كيظلم الحال صافي كيبداو يخدموا. هادشي ما كان شوفوا هاد الديكوراج يعني حتى شي زادو دابا في داك شام النسيم، شوفوا البطيطات اللي ما كانش كاع قبل دابا زادو حتى هذا، ما عرفتش شنو كيديروا به. وهادو خلاص هادو هما شوف شحال مزيونين، هذا الا خديتو نخليه ديما في الجريده، الثمن ديالهم خمس. شوفي الدجاجات كاين حتى هاد اللمبات هادو تاع اللوهيه ديال اللي كيخدمو بالطاقه الشمسيه اللي كيخدمو بالشمس، هانتوما الثمن ديالهم يعني ماشي غاليين، هادو ينفعو هانتوما. كاين حتى هادو انا هادو غادي ناخذهم ان شاء الله، حتى هادو كيخدمو بسميتو بالطاقه الشمسيه، فيهم ثلاثه ب 14 الايرو يعني مزيونين. شي ما كان غادي ناخذو حتى فيهم اللي زوينين في هادو، هما اللي كتحيد ندير فيهم شي حاجه لداخل بحال السكر بحال سميتو، ومن بعد تسدو عليهم وفي نفس الوقت كتعطي الاضاءه، زوينين بصراحه مثلا ناخذ منهم حتى هما. شوف هاد الكبارات شحال مزيونين، حتى هادو بصراحه مزيونين بزاف، هادو هما شوفو هادو كيعطيو الاضاءه قويه اكثر من دوك الصغيرين،
والثمن ديالهم 10 يورو الوحده كيف كتشوفوا. هادو كبارين ممكن تاخذ واحد جوج من هادو، هادو كيعطيو المنظور وكبارين، ممكن انا ناخذ من هاد الجوج هاد. المهم من هادو هما هي كاينين تشكيلات غزالين، شوف هادو ثاني كيتعلقوا وفيهم اللوينات، كيعطيو اللوينات في هاد اللمبات. هادو الثمن ديالهم يورو الوحده، كل واحد يدير منهم واحد ثلاثة كوب يعلقهم، كيعطيو الشكل مزيون واللوينات راه هما اللي بغيتو. هالخرين جوج يورو الوحده، هذوك بيبرين اللي بغا يدي من هادو مزيونين وهكذا. المهم هذا هو، خليكم معايا هاد الشمعات مزيونين، شوفوا الشكل نتاعهم والثمن ديالهم 3 دولار، وفيهم ريحه زوينه الريحه ديالهم. شوفوا كاين اللوينات، كاين هاد سميتو كيدوف من الشمعات، حتى شحال ثقال ولا يكون فيهم شي كيلو، والله الا ثقال بزاف على الاقل فيهم شي كيلو. الثمن ديالهم 3 دولار، كيدوفوا هاد الشمعات والديكور ديالهم مزيونين، فيهم اللوينات كي كتشوفوا هانتوما اللي كيتحط عليها الطبسيط حتى هي ولا القصيده ولا المهم كتشوفو الطبلة مزيونة. الثمن ديالها جوج الايرو، وهاد الصغيرة كتعمل ايرو.